اغرب التعليقات في من بدري تشابه وشبه كبير ما بيني وبين المطرب الجميل جدا محمد كيلاني و مسلسل ملموس. انا كنت هعمل الدور اللي كان بيعمله كيلاني ولظروف ما بقتش موجود، فانا انبسطت جدا ان كيلاني هو اللي عمل الدور. تمام، وكان بالنسبه لي هيبقى لطيف ان انا اخش مسلسل ابقى بغني فيه والناس تشوف، مع ان هناك المسلسل ما كانش فيه اغاني جديده، كان بعض الاغاني القديمه بتتقال في المسلسل. فانا وهو في مره كنا بنتكلم، حد صديقنا يعني اتصور مع كيلاني ومنزل الصوره كاتب عليها انا محمد عادل، فطبعا وهو قاعد مع كيلاني فقعد اتصلوا بيا وقعدنا نهزر، وهو يقعد يقول لي مش عارف الناس بتباركت على شغلك، فانا اقول له مش عارف. فانا بعد ما خلصت المسلسل فاللي هو الناس قالت لي اهرب عشان كيلاني كده مش هيسيبك، فاهم؟ الناس بقى اللي هو يعني ايه يعني، هو بس بقى انت داخل تغني الراجل طب يعمل ايه، حاجات شبه كده.